بالنسبة لاستغلال المتطوعين هذه ظاهرة، لكن ما بدأت تظهر إلا مع الفعاليات الجديدة والشركات الصاعدة. بدأوا يستغلون حب أو قيمة التطوع عند الشاب والشابة السعودية بأنه وده يطلع، وده يشارك، وده ينفع، وده يعني يكون له قيمة في المجتمع بدل ما هو بجالس في البيت. فاستغلوا هذه النقطة بجعلهم منظمين مجانا بحجة التطوع. ويعطون مقصد شهادة خبرة، ها؟ لكن أما وإذا أعطوهم 500 ريال وهم كارفينهم الظاهر لك أسبوع لأسبوعين بعد، هذه قالوا فيها منا بعد. والله شوف، المتطوع على حد علمي صار ذكي، ما عاد اللعب عليه المتطوع الآن. لا يمكن أول بزوبهم بزه يعني يطلعوا، أما الآن لا، المتطوع يعرف حقوقه. أول حنا الآن أغلب اللي يجون يتطوعون أول ما يسأل هل تسجلون ساعات تطوعية في منصة التطوع؟ هل الفرص تنزل في منصة التطوع؟ هل 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 عارف حقوقه؟ الأجهزة الذكية والتوعية اللي تقوم بها وزارة الموارد البشرية سهلت، تراها سهلت. وترى كثير ما أسمع الناس ما عاد يجهلهم شيء مثل